موسيقى الجاز، موسيقى إلكترونية. كذلك مش نلقاه فرق أجنبية، لأنه مهرجان يعني يعرف بالموسيقى موسيقى العالم. مش نلقاه السنغال، مش نلقاه أندونيسيا، مش نلقاه الهند، مش نلقاه إيطاليا، مش نلقاه فلسطين. فوالا، يقول فلسطين 13 أوت واللي هي سهرة لدعم القضية الفلسطينية، يعطينا عليها فكرة. بالضبط، بالنسبة قلت لك البرنامج فيه 10 عروض. عندنا 5 عروض مش تكون يعني عروض في ساحة يعني المسرح الأثري، 5 عروض يعني كبيرة. مش يكون الافتتاح يوم 13 أوت كما تفضلت، مع سهرة لدعم القضية الفلسطينية. مش أساسها المطرب الكبير لطفي بوشناق، ومش تكون في فرقة جفرة للفولكلور الفلسطيني، ونجم The Voice Kids آدم النجار. فهذه يعني تنظم بالشراكة مع جمعية الائتلاف الثقافي التونسي لدعم فلسطين، وبدعم من سفارة فلسطين، وكل مداخيلها يعني لدعم فلسطين. كيفاش باش تكون المداخيل لدعم فلسطين؟ كيفاش؟ بالنسبة لدعم فلسطين المداخيل كيفاش باش تكون؟ دونك شكون باش ياخذهم؟ شكون باش تبعثوهم؟ كيفاش باش تكون الحكاية؟ عندنا جمعية الائتلاف الثقافي التونسي وجمعية أنصار فلسطين هي اللي مش بالنسبة للجمعية هذوما هما اللي مش ياخذوا الدعم. اي بالنسبة لبقية السهرات، عندنا السهرة الموالية اسمها الحدث في العالم، هو 60 ملك البوب مايكل جاكسون اللي يحتفل به العالم كامل. وفي تونس مهرجان الجم لموسيقى العالم بادر باش ينظم الاحتفال هذا بالستينية مايكل جاكسون. باش يكون الموعد يوم 16 أوت مع مجموعة موسيقية من إيطاليا، جاكسون فرانس مشهورة، باش تأسس السهرة هذه والاحتفال هذا. به استنى ساعة سي بادية، خلينا نبدأ من الحكاية الأولانية. صاير برشا مشاكل على صغار اللي قاعدين يطلعوا على المسارح. بالنسبة لإيدم، إيدم النجار، النجم ذا فويس كما أنت اخترت تسميه، نسميه احنا توينس الكل خاطر فرحانين بيه، عمل حاجة مزيانة في ذا فويس. مش هذه المشكلة. مش هذه المشكلة. يعني وصل مشهور وعدى معناها وصل للدور النهائي في الأدوار النهائية وكان العق ممتاز. هل مشهور هذايا خذا رخصة؟ الاختيار نتاعه لانه يغني اغاني فلسطينيه ان شاء الله تعود تشوفوها. سي بديع، خذا رخصه ايدم باش يغني معاكم؟ خاطر تعرف برشا مشاكل صايره على الصغيرات اللي يطلعوا سيغ سين، دونك فما رخصه ولا لا؟ لا، معنا احنا بالنسبه لادم ما سمعناش فما مشكل، لانه يعني ادم نجار طلع مع المطرب الكبير اسمه كاظم الساهر طلع معاه على كختاش. اي وما فماش حتى معناها لا سمعنا إدارة مسؤولة ولا معنية اللي منا اعترضت ولا سمعنا موقف منها. هم راهم باش يعاودوا يثبتوا فيها السهرية هذي على خاطر طلعوا وما تمش الإعلان، دونك احنا كانوا صرحوا معانا، دونك باش يعاودوا يرجعوا لها السهرة هذيك وباش يعاودوا يثبتوا فما تصريح وإلا لا. دونك هوني كيف باش تعملوا؟ دونك لازم يكون عنده رخصة باش يطلع سيغ سين. احنا إلى حد الآن ما عندناش حتى اعتراض. أعلننا على البرنامج بتاعنا في صفة رسمية، إلى حد الآن ما عندناش اعتراض. وخاصة وأنه اللي سمعته أني من حماية الطفولة مثلا المجموعة بالنسبة للاعتراض اللي قامت بها في مع حمودة مثلا، وأنه ربما يقولوا أنه مش السن هو العامل، هو المحتوى اللي قاعد يقدم فيه. هذا ربما السبب الرئيسي اللي خلى معنا ربما يتخذوا الموقف هذا. والامور ما احنا الى حد الان ما عندناش اشكال، ان شاء الله تمشي في ظروف طيبه. ان شاء الله ان شاء الله. به بالنسبه خلينا نبداو من الاولى، 12 اوت لافونغو، شنو حكايه لافونغو؟ قبل الافتتاح عرض فرقه فولكلور اندونيسي، الاندونيسي مشهوره يعني فولكلور نتاعها والرقص نتاعها. فمش يكون معناها نظرا لالتزامات الفرقه ما نكونش معناها برمجتها في وسط يعني الفتره نتاع مهرجان، فخيرنا باش تكون معناها ليله الافتتاح الرسمي يعني باش تكون نهار 12 الموعد. ما قبل المهرجان، وين باش تكون موجوده؟ دونك في المسرح ولا في بلاصه اخرى؟ لا لا، في المسرح، في فضاء المسرح الاثري بالجم. فوالا الافتتاح يعني. ايوه والافتتاح الرسمي مع بالي سهام بالخوجه.
هي هذا تنشيط يعني في مش يكون في المساء يعني قبل العرض قبل السبعة متاع العشية مش يكون تنشيط في ساحة القصر كيوم افتتاح في مع بالي مدينة الثقافة مع سيهاب الخوجة. شفنا عروض متنوعة دونك موسيقى العالم بالحق باش نلقاو لا ميوزيك انديان باش تكون موجودة نهار 14 أوت. الاختيار نتاعكم كيفاش كان؟ دونك فما فرق من الهند، فرق من السنغال، اندونيسيا، دونك الاختيار كيفاش كان؟ هما قدموا الطلبات نتاعهم ولا انتم توجهتوا لهم؟ والله فما 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 اللي قدموا هما طلبات، واللي نقول لك اللي مثلا عندنا السنغال الحقيقه كانوا حريصين على المشاركه في مهرجان موسيقى العالم لانه شاركوا في مهرجانات موسيقى العالم في عده بلدان اخرى. ويعني تقريبا يعني في كونسيبت نتاع موسيقى العالم يعني العرض نتاعهم هذا يسروا يعني الفنان السنغالي، وكانوا اصروا على المشاركه. والحقيقه حتى المشاركه نتاعها معناها تكاليف تكاد تقريبا معناها من تذاكر سفر وما فماش حتى كاشي باش معنا ما نخبيه في المثل هذية، وخارج حتى إطار التعاون الدولي يعني الوزارة متكفلة بحد شيء، وهذا شيء معنا رغم الاتصال بالسفارة إلى آخره، ومعنا حرصوا باش يشاركوا في مهرجان الجمل لموسيقى العالم. وفما عنا عروض في إطار التعاون الدولي عن طريق الوزارة كما العرض الموسيقى الهندية والموسيقى الاندونيسية، هذوما معنا العروض والعرض الإيطالي وفلسطين. هذه يعني برمجة يعني تاع مهرجان الجمل لموسيقى العالم. المجموعة الإيطالية اللي باش تكون هاسو تاشؤوت كما قلنا احتفالا بستينية مايكل جاكسون، وهما جاكسون فرانز. دونك شنو حكايتهم الجروب هذوما؟ يمكن برشا توانسة ما عندهمش عليهم فكرة ويحبوا يكونوا موجودين معاكم نهارة العرض 16 أوت. إيه إن شاء الله. احنا بالنسبة للفرقة هذه معنا جاكسون فرانز يتعاود في عروض مايكل جاكسون كما عدة فرق أخرى في العالم مشهورة، والخصوصية بتاع الفرقة هذه والقيمة بتاعها هي وأنه بدأت تعاود في عروض مايكل جاكسون من حياة مايكل جاكسون يعني. وحتى مايكل جاكسون ما أنا حضر في بعض في بدايتها في العروض بتاعها، وكان مستحسن معناها القيمة الفنية اللي قد يقدموا فيها. هذه الخصوصية بتاع جاكسون فرانز اللي هي فرقة ممتازة، وإن شاء الله يعني الموعد بتاعها مش يكون نهار 16 في المزرعة الأثري بالجم في الإطار هذا في إطار الاحتفالات بالستينية، لأنه تقريبا المهرجان الوحيد اللي انفرد بالاحتفال في تونس بالستينية، رغم اللي نعرف عدد أحباء مايكل جاكسون في تونس تعد بالألاف والدعوة موجهة لها. أي اللي باش يكونوا موجودين من تونس الكل إن شاء الله في تونس الكل، وقاعدين نفكروا باش نعنوا على تنظيم معنا لتشجيع الأحباء مايكل جاكسون للتنقل خاصة، هي تنظيم كوفواتوراج كولتورال اللي هي ممكن أول مرة مش نعملوها كمهرجان، هو مش نبعثوا معناها نظموا عملية كوفواتوراج كولتورال مايكل جاكسون باش هكا معناها الشباب والأحباء ينجم يتضامنوا مع بعضه ونجموا يتنقلوا بسهولة للجمل حضور العرض. فكرة أوريجينال هذه الحقيقة شفتها في المهرجانات السنة. كيفاش لي ديتاي نتاعها؟ فسر لنا دونك انتم باش نسقوا بيناتهم ولا كيفاش؟ لي ديتاي مش نحطوها على الصفحة صفحة المهرجان، لي ديتاي الكل والجروب والاتصال، وإن شاء الله النهارين القادمين هذوما يلقاو جميع التفاصيل نتاع الجروب هذايا والكوباتوراج في الجيران. فوالا بعد جاكسون فرانز باش يكون عندكم زوز عروض باش ينفنفوا الكيسه نتاع المهرجان بالكدا بالكدا اللي هما لا ديفا امينه فيخت نهار 18 اوت، عرض الزياره باش يكون نهار 25 اوت. قبل باش ينفنفوا الكاسه لانه عندنا عرض هام جدا، هو عرض يوم 15 مع الفنان خالد بن يحيى عازف العود الممتاز، ومعاه مش يكون الفنان منير الترودي والمنشد احمد جلمام. عندنا موعد معاه مضمومه في سهره يعني موسيقى العالم مش تكون هذه في ساحه يعني القصر في ساحه المسرح الاثري، هذه سهره ممتازه فنيه يعني في اطار مهرجان موسيقى العالم يوم 15. ثم بعد العيد ان شاء الله مش نستأنفوا معنا العروض في عرض الزياره فعلا بعد النجاح الكبير اللي تجاوزت امينه فيخت 18 اوت لديفا اللي باش تكون موجوده في الجم. امينه فيخت مش تختتم دوره عوده الروح نتاعها بداتها من قرطاج، والاختتام نتاعها مش يكون ان شاء الله في الجم في عرض يعني مميز في فضاء كما المسرح الاثري بالجم. هذه الميزه نتاعنا وهذه معناها الاطار نتاع المسرح الاثري ظني اللي يزور ويحضر فيه الا ويخرج يعني
بحاجة أخرى معناها. هوني سي بادي على كي نقولوا حفلة أمينة فاخت لازم نسألوا على طاقة الاستيعاب قديش، خاطر شفناه في مهرجانات أخرى الحفلة نتاعها تكون في الملاعب لأنه برشا جمهور يحب يكون حاضر. في الجم طاقة الاستيعاب قديش من متفرج ينجم يكون موجود في حفلة أمينة فاخت؟ 3000. 3000 متفرج يكفي متفرج عن 1000 كراسي و2000 يعني مدارج، هذا يعني طاقة الاستيعاب واللي أمور منظمة من جميع النواحي الأمنية وكل التنظيم والكل، وهي معناها مسرح الجم يشهد معناها عروض اللي هي نفس الحضور الجماهيري والأمور كلها منظمة على أحسن. قداش لي تيكي نتاع عرض أمينة فاخت؟ نتاع أمينة فاخت قداش لي تيكي؟ 20 و30 دينار، واللي أسعار في المتناول نتاع العباد الكل، أكثر من المتناول. فهمتني؟ وانا انا توقعت تقول يظهر لي باش تزيدوا شويه كريسي، شويه كريسي بيض يظهر لي باش تزيدوا في حفله امينه فاخت. لا لا هذاك علاش تو نحسوا معناها فما برشا طلبات على الحفله امينه فاخت حتى من جهات اخرى من حتى من تونس، لانه ممكن اسعار التذاكر يعني في المتناول ارخص برشا من عده مهرجانات اخرى. فنتوقع ان شاء الله اقبال يعني كبير للحفله يوم 18 اوت أمينة فاخت. نفس الإقبال نتوقعه زيادة العرض زيارة اللي بش يكون موجود 25 أوت، تثريف متفرج زيادة كيف كيف زيارة عندها برشا جمهور. أسعار تذكر بالنسبة للزيارة؟ الزيارة مش تكون 20-25 دينار. بعد عرض الزيارة دونك العرض المولي والاختتام شنو بش يكونوا؟ بعد قبل الاختتام عن العرض اللي قلت عليه هذا السنغال والفنان سارو من السنغال والفنان التونسي سفيان صفطة مش يكونوا في نفس يعني السهرة سهرة تونسية سينيغالية إن شاء الله. باش يكون عرض مشترك بينيتهم؟ لا لا معناها عرض ما في نفس السهرة هي. في نفس السهرة مش مشترك معناها. هذا الموعد نهار 27 أوت ومسك الختام، والاختتام مش يكون حدث يعني كبير اللي مش يكون لارين إلكترونيك في مسرح الأثري بالجم. ماشي أفضل سهرة مجموعة كبيرة من دي جي على رأسهم دي جي دانجر ومعهم بديع البعزيزي وعدة يعني دي جي أخرى إن شاء الله طول مش نعلم عليهم الكل. دونك دي مش تكون أكبر سهرة دي جي في تونس ولارين إلكترونيك. ليتيكي بالنسبة لسهرة الاختتام سنعلن عليها في الايام في النهارين القادمين نظن كل المعطيات حول السهره وقائمه الدي جي اللي مش يشارك وكل ما يتعلق بالسهره سنعلن عنه في ظرف يعني يومين الايام الجايه. شكرا لك سي بديع شعبان، بالتوفيق في الدوره الثالثه.